السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. صديقي حضرة الشرطة، أنا عندي شكوى كبيرة وصارت معي مشكلة كبيرة يا حضرة الشرطي. ما هي الشكوى اللي عندك؟ ما أعرف، أنا فجأة شفت حالي مرمي في الجراج سنترال هناك، ما أتذكر أي شيء صار معي. أنا ضايع، وتعرفت على هذا الشباب هون، والله ناس ملاح محترمين، وعم ببحث عن مرحبا، أهلي. انت جيت في المدينة؟ تفضلوا تفضلوا. أنا فايق. وين تفضل، هون الجو في حلو، هون كافي، في كافي، يلا تعال تفضل. في كافي. ادخل ادخل، تشرب اتاي والفقاس، ادخل 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 القضية تاكل فيها. خبزار ومفقاس واتاي. السلام عليكم. عليكم السلام. في عندكم كافي؟ كافي القضية فيها الفقاس. يا رايح نجيب لك الخبزار، خذها. تعال خذ منك في قهوة، خذ. لا، انا باخذ بس من البوليس، انا ما بعمل بالماكينات. قولوا لي الآن، أنتم جايين ترفعوا شكوى ولا إيه يا أصدقاء؟ والله نحن حضرة الشرطي، أوي بما إنه يعني تعرفت هالشاب تركوني أنا أتحدث باسمهم، نعم. وهنا يعني أنا راح أبكي شوي. لا، تكلم تكلم. والله حضرة الشرطي، أنا 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 وحيد وحيد، وتعرفت على هذول الشباب، والله يعني حاسسهم عيلة يعني إلي. وعندي الله هدف الله. انه يعني اشوف اهلي، اعرف وين اهلي اصدقائي. نسيت ذاكرة، نسيت كل شيء، نسيت. فقدت الذاكرة؟ ايه، فقدت الذاكرة. والان حابني ارجع لك الذاكرة؟ ايه، عم تعرف شيء عن اهلي؟ اوكي اعطيك يا اسمي. صديقي، لا، تعال لا. تعال معي الى غرفة السلام الاموات. عليكم. هو قصده ايه يا صديقي؟ الشرطة في خدمة الشعب. نعم، نحن في خدمة الشعب. رجع له العقل اللي راح، رجع له. رجع له العقل اللي راح. رجع. هذه الاشياء لازم يعملها الطبيب في المستشفى. الاطباء قالوا لنا اذهبوا للشرطة. نحن نتصدى للمجرمين فقط. لا، نحن الله يبعدنا عن المجرمين. ما عندكمش سجلات تعرفوه غير والديه؟ قولوا لي انتوما كم لا، كم أوكي الواحد؟ والله احنا حضرة الشرطي، احنا يعني ما بنقول يعني اختار صرنا عيلة. انا هذول صاروا عيلتي، هذول صار عيلتي الجديدة. ايه، نحن خمسة حضرة الشرطي. سبيرة التحق دفع. لا، عندي الصوت، ما عندك شاشة، عندي الصوت بزاف. يا حضر الشرطي، هم العمل الآن. والله حضر الشرطي، نحن بنحب الوطن كثير. نعم، حابين يعني نخدم الوطن. شفنا كثير، يعني من أول ما فتت من غيبوبة وذكريات، شفت يعني شيء مو طبيعي عم يصير بهالمدينة. عم شوف الناس الصغار اللي عم يبيعوا في الأمور الممنوعة، والكبير والكبير يضحك على الصغير، والصغير يضحك على الكبير، طاير الوضع شوربة. ولكن يعني أنا وهالشباب اللي تعرفنا على بعض جديد، حابين يمكن يعني نساعدكم. يعني حاب تعمل؟ إيه، حابب نشتغل معكم ونتطوع يعني أي شيء، يعني إحنا لحماية الوطن والشعب. عندكم تجربة في الشرطة؟ والله يا حضرة الشرطين، يعني نحن عندنا شوية، كنا نحن نصيد في الصراحة، يعني نصيد في الغزلان. نعم، وكثير من الأمور يعني بالنسبة لل يعني حضرة الأمور الداخلية. اسألوا الجندي قديم في الجيش. ايه، هذا جندي قديم. شكون فيكم جندي قديم؟ هذا راح له. انت جندي قديم؟ الحرب العالمية الخامسة. ايوه، انا حضر الحرب العالمية الأولى والثانية، ومشيت للمسيرة الخضراء انا وابو زعيتر. مرحبا. يكبر ليهم اذا كان يكبر العدو. اش نقول له؟ ما بقاش غير السنايبر. دخلت عندي، مشات له بالسنايبر. سمعت ازل سايون. يعني دابا انتم اصحاب؟ لا، نحن تعرفنا على بعض بالشارع. انا نعرف هذا ابو زعيتر، هو اللي حضر معي المسيرة. نحن لما فقنا من غيبوبة، كنا مشردين، يعني كنا ندور على الزبالة. وتعرفتوا على بعضكم و آه فهمت.
بس يعني بعد ولا سنة متعلم شي حارك بس صرنا نصيب غزلان يعني آه. لا ما ناضي ناضي عندنا عن لياقة بدنية جدا قوية نعم نعم إنني أرى ذلك يا صديقي لياقة بدنية ولكن التجربة التجربة عندكم تجربة في الشرطة حتى التجربة طويلة هذا تبارك الله راه كان مع المخزن بكري عندي ذكريات والله ذكروني انه عندي كان ماضي كثير بالداخلية والحكومة يعني سبحان الله هذا حاسس هذا المكان مغريب علي كثير عم شم عندكم سوابق عدلية لا 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 نحن جينا لحماية الوطن لا لا راح اكتشف ذلك يا اصدقاء لا لا متأكدين المكالمة ما عندنا ولا سارقة ولا شيء تعالوا تعالوا لا لا انت تعال انت يا جدي يا جدي بدك عكاسي راني مزيان سلامتك سلامتك يا جدي وين اختك الكاميرا يا 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 والله راح يجي اليوم السلام عليكم حضرة الشرطي مرحبا يا حضرة الأصلع تحياتي لا تغلط بعرفك على نفسي معك عرفني مشنقة صهير الليل مش لقى صهير الليل قاهر الصراصير قاهر الصراصير متشرفين يا قاهر الصراصير وانت يا شعكوك ما اسمك شايب انا شايب اسمه شايب نعم انا اسمي بلال انا اسمي بلال تشرفين وانت يا صاحب الكوستيم انا اسمي المكلخ المكلخ انت ما غاديش لا اقبلك انت في سلك الشرطه تقد تقول لي علاش هذا الاسم مكلخ ما اسمي واش يعني مكلخ شنو يعني مكلخ يعني لا يفهم شيء لا بس ولكن لما المعنى نحن نفهم لقب ليس مشكله مكلخ ولكن سابقا اقول لك الزميل المكلخ ما في مشكله ولا تكلختي في شي حوايج غادي نقول لك رسميتي المكلخ هلا وانت يا صديقي لا والله يا حضرة الشرطي انا من وقت ما فقت من غيبوبة شافوني بالليل وسموني بابو الليل لقبي ابو الليل ايوه ابو الليل صفين يا ابو الليل تعرف باتمان انت تعيش في الليل فقط لا هيك لا بالليل مثل باتمان أنا هذا أنا أنا ايوه انا قلت لك اسمي صهير الليل صهير الليل وهذا ابو الليل هذا قهر الصراصير وهذا قهر المجرمين نحن يعني برتنا بالليل كثير انا ابو زعتر مدرب رياده هونغ كونغ مرحبا يا ابو زعتر هونغ كونغ مدرب فيسبوك هذا اوكي يا صديقي ابو زعتر ما فات مخوك بالنسبة وضد المي والحشرات كمان اوكي ادي زدتي هيك خلاص غطي عين علي لا لقطك ادي زدتي مش نقل يا شباب اقلكم شي فقط يهديكم ربي وبس يا مش نقل حتى جوب يا مش نقل انتظرني هنا لا لحظة بعد اذنك حضرة الشرطي مرحبا هلا صرنا زملاء فيني احكي معك بصيغه الزملاء فهمت علي شلون نعم اسمع يا صاحب نعم اسمعني نعم اسمعك يا صاحبي معلم لازم يعني تشكلس اموري حطني وزير وانا بعطيك خلاص بيني وبينك هو الرقم واحد مرحبا بك راح احطك الوزير الاتصالات الرقم واحد لا انا بزماني شباب ذكروني انا
2010 كنت عسكري، كنت عارف شنو؟ فهمت. فأنا كنت مستلم ال مستلم شنو؟ لا كنت مستلم المقسم، يعني إذا صار عندك أي اجتماعات بتخبرني وأنا بنادي عليهم. اوكي اسمع. مرحبا يا اسمع. انت هو الشيف، تعال مكاني، تعال مكاني. لا 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 اسمع انت اسمع و... وقرر قرر. نعم. على الكافة عناصر الدورات التوجه الى الساعة الرئيسية فورا. على الكافة عناصر الدورات التوجه الى الساعة الرئيسية فورا. الله 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 عليك. لا لا كبرت رائع، كبرت رائع، رائع جدا والله، رائع جدا يا صديقي. واذا بدك حدا لمكتبك بدك تقول لي، بتقول لي بدي المجند فلان وانا بزيع عليه بالإزاعة. انت عارف شلون؟ فهمتك. على المجند ابو زعيطر توجه الى المكتب العميد فورا. الله 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 هذا 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 فخر، فخر فخر الفرقه تاعنا. والله صفقولي يا شباب، صفقولي. والله والله عليك، صفقولي يا شباب. يلا يلا ابو زعيطر قدم. تعال تعال يا ابو زعيطر. لا لا هذا هذا ترى اسم، ها اسم بس على الفاضي. ابو زعيطر فضحتني يا ابو زعيطر. هونغ كونغ يا زميل انت السن لا تصدق منه كل شيء. 30 سنة. مرحبا زعيطر. مشغل. خليه 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 يقدم. خليه خليه يلا قدم قدم كمل. روح يا مشناقة روح. تجربتك تجربتك في تجربتك في حياة المهنية. حبيبي الله يسعدكم شباب، تحياتي لكم. الريادة ديالي قديما عندما كنت صغير. نعم. كنت أدرب مركز شرطة كله. يعني ثلاث اختصاص تدريب. تدريب شرطة، كيف يحمل سلاح، كيف كل شيء. كمبارا اللوز وأهم شيء اللوز. خلوها وأهم شيء يا أبو زعيطر. أنت في العمل. انتظر انتظر مع مع أوكي. مش نقاط. تعال يا أبو الليل. هلا. مرحبا مرحبا بك يا صديقي، قدم لي نفسك. اول شيء تحياتي لك حضرة الزميل. الله يحفظك. عرفك على نفسي انا ابو الليل، وبين قوسين يعني نحن تعرفت هذول الشباب يعني، وانا راح اكون يعني بين قوسين يعني يعني ايه رئيس الفرقة هاي باختصار. مرحبا. وانا يعني اكفلهم، جماعة كتير محترمين وجديين كتير في العمل، إن شاء الله راح نحمي الوطن والشعب ونوقف الإجرام للصفر إن شاء الله. مرحبا بك يا أبو الليل. تحياتي لك. تحياتي لك. يا أبو الليل أنت في العمل. شكرا شكرا جزيلا الشكر. تحياتي. تحياتي. تعال يا ملك الصين. السلام عليكم. حاضر. وعليكم السلام. قدم قدم نفسك. تحياتي. مرتاحوش؟ تحياتي. وقل لي ارتاح. استريح استريح خلاص استريح. تفضل 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 استريح استريح. معك إلياس المرقب المكلخ. مرحبا إلياس المكلخ. مرحبا. 31 سنة وأنا هنا لأخدم البالات، وعندي تجربة في رياضة الكاراتيه، إذا حبيت أوريك بعض الحركات. وريني بعض الحركة. يا الله. لا 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 طول بالك. خوفنا. يا رب. مرحبا مرحبا. أكيد يسلم كله. نقول لك يا سنيه هذيك يمكن لك دابا تعرف علاش انت في العمل. دخلنا في شي دوريه انا وياك. مرحبا مرحبا يا شكرا جزيلا. تحياتي. العسكري القديم تعال الى هنا يا صديقي. انا 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 برايي هذا الختيار ما بيزعل. مرحبا بك. قدم لي
نفسك. لا 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 لا. اسمي بلال محارب قديم. اها. وبقيني من الحرب ما بخاك. هذا ما يغني الشباب. محارب قديم. ايوه باقي من الحرب. باقي ما تحارب. ايوه غيب عينه. يا زميل انت اختصره من عندك عطيه تقاعد. هذا قبل ما يروح على الحرب مستشهد. تعالوا خيروا يديكم ربي. تعالوا الى هنا يا محاربين. قهوة لباس زي الشرطة هنا. اوكي غير الملابس. يلا يا شباب يلا بسم الله. الله يا احس عم شم امور شات معك اللبسه يا ايه. على راسي على راسي تحياتي. شكون حاطه داك بيني تما؟ شكون المشهور الشرطه؟ والله راح نرجع النظام هون. ها ما يمشي الحال هيك. نعم تفضل عند العسكري اللي شعره ابيض. هذا مش عسكري، هذا مستشفى. نعم متقاعد. ايوه راح نستفيد من خبرته القديمه ان شاء الله. تعالوا معي لكي اعطيكم تمام. خذوا الجوب تعال خذوا اون ديوتي. بدايه المهمه. نعم اون ديوتي اوف ديوتي. ايتم يا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معي. شباب وينكم شباب؟ انا مش نقطع. تعال وين انتم؟ انا هو مش نقطع. ما خلص الاون ديوتي. لازم تعمل اون ديوتي مش نقطع. انا بدي كمامة نفس كمامتك يا زميل. مرحبا. هنا فين تحط الامتعه؟ ابو الليل يمكن عندك تجربه. شباب هون الخزنه تبعيتكم فت البيرسونال. خزنه الشخصيه تاعكم. بالنسبه للكمامه يا زميل انت راح تعطيني الكمامه. راح اعطيكم الكمامه ان شاء الله عندما تعمل جيدا. طازير 5. طيب انت تعرفت علينا ما تعرفنا على اسمك؟ اسمك انا اسمي بوزبوز. بوزبوز. نعم يا صديقي. يا مرحبا بك. 500 يورو محروقه. الله يحفظك يا صديقي. هلا راح تقول لها تحط عاطيني اياهم يا زلمه. اي خلاص وين هم بعدين بعطيك اياهم. الرتبه ديالك سيدي بوزبوز؟ ها؟ الرتبه تاعك الرتبه تاعي انا. كوميسير اوكي. كوميسير بوزبوز حضرات يعني رئيس القسم. رئيس القسم. تعال عندي الاول نعطيه الامتعه. يلا شباب يلا ترتيب الاول يا مشنقة. انا الاول وسوف ابقى الاول ان شاء الله. هذا بيستول ما لازمش تستعملوه الان الا في حاله كانوا مجرمون يمتلكون بيستول. فهمتي؟ لا عيد ما فهمت والله. اذا كان عند المجرمين السلاح عم يقول لك. نعم. اذا بتشوف المجرم امامك او احد اللي امامك عنده اسلحه خطره ايه بتستعملها. اذا عنده اسلحه بيضاء مثلا عباره عن فهمت علي شلون بتستعمل التازر. قلت لك تستعمل التازر والعصا هذيك اللعبه. ايوه ايش دخل تقدر توقف عليه اعطاه كل شيء روح على الوقف شو بالورا. بالنسبه للراديو يا زميل واحد اوكي. تعال عندي. يلا فراهم فوق جاي ولا انت؟
قولي طازير برا ومعنا حداي فين حداك الفوق قاع صيب وطيحتيهم ياك يعني زميل انت بتضحك علينا اعطيتنا سلاح بدون رصاص ليش لماذا لا لا راح اعطيك الرصاص في الاخير في الاخير 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 خجلتني يا زلمه راحت على غرفه التدريب واخر شيء طلع فرنسا شكرا حضرت القناه مرحبا مرحبا عندك واحد اللعيبه طالع مينو تعطيه ولا شكرا شكرا اعطيته هديه شكرا سلام شكرا طازير عطيتك تسني سطازير نعم نعم هذا لا عصاي وزيادة عليه هذا ضغط الشرطي ايوه زميل عم قلنا يعني عصاي كفي يعني هو عسكري تحياتي ابو زعيتر لمين تقصد الشايب 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 عصاي تكفيه يعني كيف ارمور اللي ما عطيتوش ارمور مش نقام ما عطيتكش ارمور شو هاي ارمور يعني هرموت درع 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 حتى اذا ما عطيتني بس لا تنسى الطلقات زميل راح اعطيكم طلقات في الاخير شكرا شكرا شكون اللي مازال ما عطيتوش ارمو ما عطيتنيش ارمو انا لا يا زلمة اقسم بالله مو طبيعي واش هذا شرطي يا جماعه اسود شكون ابو زعيتر تمام شكون اللي ما عطيتوش العصا الزروات دراري العصا عندكم كلكم عطيتنيش العصا ايوا يا جماعه كيف الاوضاع عندكم باللوز 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 كل شيء باللوز الحمد لله وجدنا عمل اخيرا ايه والله يا اخي تعبنا من اشتغل من الصباح لليل عمل هيك يجي فلوس كذا عمل شريف شريف ايوه تعالوا واحد واحد هاك الاول يا حضرة الشرطي خمسة. بالنسبة للراتب شو الوضع؟ الراتب يطلع عند الاكتيفيتي وعند عند السيزي. اشرح لي يا ابو الليل السيزي. ايه راح نشرح له. او راح يشرح له. عند الحجز الممنوعات. الممنوعات والمسروقات وهذول كل شيء راح يكون لك راح يصير عندك مثل الاضافات. اضافات. جوائز.